السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو موضوع ضمن الأسوات كاب حبيت أنوه عليه حتى واحد ما يصير لأي خطأ. أنت مباشرة بعد ما تنشئ البرنامج وإحنا سويت خطوات إنشاء كرييتيف بروجكت إنه نيو ونروح بعد النيو نختار نيكست ونحدد هاي الأمور كلها قبل ما تبلش. من ينفتح لك الصفحة مالته قبل ما تبلش تدخل يعني البارامترات الخاصة به هو الكالبريشن انبوت اللي حتدخل البارامترات وتدخل الفلو او اي متغير ثاني سيديمنت او ايفابو ترانسبورتيشن اي متغير انت تريد تحسبه حتى تتجنب الخطأ اللي يصير دائما بالسوات كاب. يقول لك نوت اكزيت او اثناء ما تسوران يقول لك انون سورس. شلون تتجنب هذا الموضوع؟ اهم خطوة ورا ما تنشئ انت البرنامج. هسه لاحظ انا هذا من انشئت انطيته اسم اسمه فاليديشن، بعدني خو كل شيء ما مسويه نهائيا. شنو اسوي؟ اروح للفولدر مال البرنامج. انا وين خزنته؟ خزنته هنا ضمن السوات كاب ريزلت. دخلت عليه هذا كنت مسويت الكالبريشن وهذا هسه الفاليديشن بعدني ما مشتغل عليه. قبل ما اشتغل عليه افتحه اروح على الملفات الخاصه بي اللي هو كونهن اثناء تكوين البروجكت. انتقل للاخير راح تلقى اثنين ملفات. اول ملف اسمه سواد اي اكس اي، هذا الموجود اصلا بصلب البرنامج. شو تسوي؟ تروح تختار تسلكه تقول له رينيم، ما تبقي نفسه بس حتى ما يتشابه تقول له ديفولت دي اي دبل اف اي ال تي. هسه خلصنا. نجي تروح بعدها للسي، للسي تختار سوات ارك سوات. على الارك سوات تنتقل للاخير. اكو راح تلقى سوات 2012 او حسب يا فيرجن تم نصب 2019 2021 تقول لك كوبي. بعد ذلك نرجع للديسكتوب للارك سوات، ارك سوات ريزلت فاليديشن. انقله وكانه هنا اقول له بيست لصقته. لاحظ هسه ارجع هنا شنو اسوي لهذا؟ ادخل عليه اقول له رينيم للاكستنشن الامتداد مالته امسح ال 2012. هاي فقط. هاي الخطوه ضروريه جدا قبل ما تبلش اصلا بسوات كاب وتملي البارامترات وتنفذ السيموليشن تسوي هاي الخطوه حتى تتجنب الخطا. هاي الخطوه كلش مهمه رغم انه هي قصيره لكن مهمه حتى نتجنب هواي اخطاء. بهاي الحاله راح انت تعرف البروجكت مالتك من يمتد ياخذ البيانات من الارك جي اي اس الاصلي تربطه مع الارك سوات اللي انت اصلا منصبه على لابتوبك ضمن السي. ان شاء الله يكون الفيديو هذا اليوم مفيد لكم، راح يجنبكم هواي اخطاء تحدث لكم لما تسوون سيموليشن بالسوات كاب سواء كان كالبريشن او فاليديشن. اذا عندكم سؤال او استفسار ضمن هذا الموضوع تقدرون تراسلونه على القناه او تتركونا ايميل إن شاء الله نجاوبكم. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.